السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نهضروا على الانتقالات تاع اللاعبين، وين سليماني بلايلي يعني وين ناديان قطريان يدرسان إمكانية التعاقد مع سليماني وبلايلي. كلهم لاعبين راهم حرين، يعني من بلايلي راه لعاب حر ما عندوش نادي، سليماني فانك لعاب حر ما عندوش نادي، يعني الانتقال تاعهم يكون نورمال. هنا يعني نقولوا بلي حسب وين كشفت تقارير اعلاميه، وين انا شاهدنا بلي الناس تحضر يقول لك بلي بلايلي ليون بلايلي مارسي، ودي راكم غالطين. شو تعرفوا اللاعب هذو الانديه كيما تحضروا على مارسي وتحضروا على ليون، تحضروا على اتليتيكو، قلتوا بلي اتليتيكو، تقولوا بلي بوردو، تقولوا بلي موناكو، تقولوا بلي راكم غالطين يا جماعه. والله تقولوا بلي مونبيلي، تقولوا سانتيديا، تقولوا ليل، كيما التالية قال لك اودي بلايلي في ليل. يا ودي راكم غالطين، والله لا راكم غالطين. واحد انتوما راكم مرضى غير هاكا، انتوما راكم حاسبين انتوما واه ديروا بها الباز بلايلي منا. يا ودي ما بصح ما بصح الحقيقه ما تبعوا مليح، تبعوا كيفاش يجيبوا اللعابه، تبعوا التقاليد تاعهم كيفاش يجيبوا اللعابه، كيفاش يحوسوا على اللعابه. شوفوا تشوف، ماشي غير هاك، ماشي هضره، ماشي كيما الهضره كنت تهضروا بها. خاطر انا تبان لي راكم كاع كاليين باريستامول يسموها مشاكرة، خاطر ناس تامن بزاف باريستامول يسموها ماركا مشاكرة. انا نقول لكم وين كشفت تقارير اعلاميه قطرية أن ناديين قطريين يدرسان إمكانية التعاقد مع النجمين الجزائريين إسلام سليماني ويوسف بلايلي خلال فترة انتقالات الصيفية القادمة. وذكرت قناة كاس القطري أن نادي ريان يدرس إمكانية التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي في صفقة، يعني صفقة نقولوا بلي صفقة انتقال حر لعدم ارتباطه اللاعب بأي نادي في الوقت الحالي. ومؤخرا تداولت النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الجزائري يعبر فيه عن اشتياقه لنادي قطر القطري بطريقة أثارت جدال وواسع. ورد بلايلي على السؤال حول مدى اشتياقه لناديه السابق قطر قائلا وهو يضحك: توحشت نادي توحشت النادي وتوحشت دراهمهم. ومن جهة أخرى وإن أشارت قناة الكأس إلى أن النادي الغرافة القطري يدرس التعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام بلايلي إسلام سليماني. حنا المهم وين اللعاب هذا اللاعبين هذو، حنا أصلا وين عندنا بعض الناس يعني تولي هكا، تولي الواجهة، تولي الناس هكا حاجة مليحة، يولو شوية تولي عندنا ثقافة واسعة. نشوفوا البطولة القطرية، نشوفوا البطولة الإنجليزية، البطولة الفرنسية، البطولة اليونانية، البطولة يعني نولو نشوفوا، يولي عندنا ثقافة كبيرة. خاطر الحمد لله يا ربي جاهد المدرب يعني باش نتبعوا فانيك الخليج، ما كناش نفرجوا الخليج، نتبعوا اسبانيا، بطولة إسبانية، بطولة إنجليزية، إيطاليا، ألمانيا، يعني أقل درجة هذا مكان. ولا تكون بارتية مارسي بيكانت الخاص باريس سان جيرمان مي داخلي فيه برك، كانت مارسي، ليون، ليل، سانتيتيا، مارسي، كانوا هذو لي بارتي حامين. الحمد لله يا ربي جا المدرب هذا وين عطى ثقافه ودخل ثقافه يعني للمناصر الجزائري، بانه يوجد يعني قيمه كبيره للبطوله الايطاليه والخليجيه. انا دخل بطوله جديده، حتى له وين ولينا نشوفوا كل من يتنقل. يعني المهم لعب برك، جري في التيره وغادي تلعب، يكون يعني يكون ينجم يبلع بهذيك اللي يبلع الناس اللي تبغي تهدر، هذه هي.
هادي انا وفي حال نجاح الصفقة فإن سليماني سيلعب إلى جانب مواطني ياسين إبراهيمي الذي التحق مؤخرا بالغرافة قادما من نادي رايان، ويفتتح الغرافة مشواره بمواجهة السيلية بملعب الخليفة يوم 2 أود المقبل ضمن منافسة الدور القطري. وكان الهداف الجزائري دخل في أزمة حادة مع مدربه في نادي سبورتينغ لشبونة بعد وضعيته وانعقدت وضعيته في النادي لشبونة. يعني المهم نظروا هذه اللعابة وين نتمناو لهم، يعني نتمناو لهم النجاح. دروك دروك اللعابة هذو اللي عندهم كما نقولوا حنايا عندهم مستوى باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال. المدرب هو قال، المدرب شنو قال؟ قال يا ودي انايا ما غاديش نبعدهم هذ اللعابة. هو قالها لكم انتوما ما تبغوش تساهموا برك، انتوما تبغوا ما تساهموش، انتوما ما تبغوش تساهموا، لازم تساهموها. هذه حقيقة هو قالها، يعني وإن شاء الله يطبقها، يعني يطبقها، خاطر ما ينجمش هو كيفاش نتايا نعيطو كيفاش نعيطو حنايا اللعابة من 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 إنجليز. ما يلعبش لعاب من إنجليز، يلعب واحد اللي يلعب في قطر كاش. هذه هي خاطر ان شاء الله نشوفوا العكس برك. ما دام راهو شو وين راهو كاع هرب تك تك جري جري للخالدي يعطيك الطون نقعدوا نلعبوا. طومين يديرنا في القائمه وكاش خاطر يكونوا يلعبوا، الاخرين تولي ما يلعبش بقى نجيب لي يلعبوا. شكون اللي يلعبوا الا اللي يلعبوا في الخليج؟ ايا جيبهم الاخرين. انايا قلت بلي اللي ما يلعبش ما يجيش، اللي ما يلعبش ما يجيش، بالك تكون العكس. هذه هي، انا منتخب وطني اولى، عندي منتخب وطني اولى، ما نعترف حتى بواحد، ما نعترف حتى بواحد، عندي منتخب وطني. نحوس انا ما نكذبش عليكم، كونسيب 23 لاعب خريج مدارس اوروبيه من التالي كاع من التالي. يلا اللي مبريكولي انا بنادم بلادم يامورتي البوله بالتيبي، انا قاعد نتبع فيه الشيطانه. فصح ما تصيبهم شي مركولك كونت جيبوتي مركولك، وين كانوا هادو؟ كونت الكاميرون وين كانوا؟ بلا قاسامة كان يعقلهم، يجوا طالعين قاسامة يعقلهم. البنت اللي ضيعوا بلايلي، ولونترينر يهدر لك على اللي خلاو مركه، وبلايلي اللي ضيعه. الفيراج تاع البارتية وين كان؟ وسليماني وين كان؟ جيبوتي مركو بالستة. صايك حطم رقم قياسي تاع واحد انت ما تبغيهش تاع صفاوت، صايك حطم، صايك جيب الصح. راه عندك لعابه، عندك عموره، عندك هذاك العايدي، هذاك العايدي هذاك، عندك جيب ديلور. وانت تقولوا بلي عاوني ونعاونك، عاوني باش نعاونك، يزيد يخرج هو يدير لهم كيما هكا. انا الى 2023 تا انت تحوس عليه 2023 ولا لونتريا ما عيطلك شي يا وليا. باند بلي صحاب نهار اللي ربحنا في الكاميرون، عيط المنجح، عيط لهم كاع اللي هنا كاع يعرف فيهم. شو راه بعيد بعيد، صايب مش كيما الناس اللي كانوا يقول لك او لازم محرز، محرز ما كاش في القائمه غادي ما يجيكش، ما يجيش يطلب بالسماع ولا يجي يلقى الجواله ولا مش كاش في القائمه. تربح ما كاش في القائمه، صايب نورمال ما كاش في القائمه. ومن بعد انت يا بونجاح ما كاش في القائمة، انت يا بونجاح تعيط له خليه يتفرج في داره ولا يتفرج في صحيح، ولا تعيط له انت ياك تشوف كيفاش. عجايز في الكاميرون ربحوك، عجايز ربحوك، اونترينير 5 ايام كمل معاك انت 4 سنين هو 5 ايام، ذا من البال بانتناب تما شحال 9 ايام كمل معاك، باتنا كمل معاك، كان لا منا لا مليا، هادي وين وصلنا لها دروك. المهم الله يرحم الشوابين، هذوك العاهرات تاع اليوتيوب رحمة الوالدين، ما تنساوش اللي كنتو تدعموا فيه مساكين. هيا نشوفوا اللعابة يجوا إن شاء الله بربي في سبتمبر، نشوفهم يجوا في سبتمبر. سمعوا تاع اللي بيجي يجي واحد، نهار الأول كنا شاربين ستيرو